نرجع تاني للوطن العربي. وسعادة السفير شريف كامل، تفضل حضرتك. مساء الخير، اهلا مساء بحضرتك. النور. كلمنا عن اقبال المصريين في الاردن وكتلتنا التصويتيه، هل في عدد جاليه مصريه كبير في الاردن؟ الحقيقه الاقبال المصري على التصويت في الاستفتاء اقبال جيد ومتميز. احنا النهارده في اليوم الثالث يوم الاحد، لكن احنا طبعا بدانا من يوم الجمعه وده يوم العطله الرسميه في الاردن، فكان من اول يوم الحقيقه في اقبال مصري متميز وفي سعاده وفرحه ملحوظه عند المواطنين ان هم يشاركوا في هذه العمليه الخاصه بالتصويت على التعديلات الدستوريه، وان شاء الله هيكتمل هذا مساء اليوم مع اغلاق اللجان الساعه 9 مساء. عندنا كم لجنه يا فندم في الاردن، وهل منتشره حتى في محافظات ولا لازم محافظات تيجي العاصمه ولا ازاي؟ كما تعلمي سيادتك، وفقا لما هو معمول به لابد ان تكون مقر اللجنه هو مقر البعثه الدبلوماسيه او البعثه القنصليه. في الاردن في لجنتين، في لجنه في سفاره مصر في عمان، وفي لجنه اخرى في قنصليه مصر في العقبه، وبالتالي المواطنين المصريين اللي بيدلوا باصواتهم بيحضروا لمقر السفاره او مقر القنصليه ويدلوا باصواتهم في اللجنه. والحقيقه الاقبال مش من عمان فقط او في العقبه فقط، احنا بنلاحظ وبالذات يوم الجمعة ويوم السبت عشان عطلة نهاية الأسبوع كان في مواطنين من مدن أخرى ومحافظات أخرى بيتوجهوا لمقر السفارة والقنصلية في العقبة وبيدلوا بأصواتهم. يعني إيه أبرز التسهيلات اللي وفرتوها حضراتكم علشان تبسطوا الأمر أكتر على المصوتين؟ الحقيقة التسهيلات فيما يتعلق بعملية التصويت طبعا زي ما بيحصل في الحقيقة دول كثيرة، إنه الجالية المصرية نفسها بتقوم بتنظيم نفسها وبدعم من السفارة، إنها بترتب انتقالات جماعية للمواطنين في أتوبيسات للتيسير عليهم. احنا برضو في السفارة، وخصوصا النهاردة هي الأردن بيشهد أمطار يوم رغم أنه يعني موسم الشتاء عدى، لكن احنا الحقيقة بنقدم كل تسهيل ممكن للمواطنين عشان يكونوا متواجدين جوه قاعة التصويت. والحقيقة يعني احنا اللي ملاحظينه أن الناس بتشارك وفي مظاهر احتفال بالمشاركة في حد ذاتها. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير شريف كامل، سفير مصر في الأردن.